إذن مشاهدينا، من خلال الأعمال التي عرضت بهذا المهرجان كان عمل مميز للسيد جبار الجنابي، وخلنا نتحدث عن تجربته بهذا العمل. مرحبا، أهلا وسهلا. تجربة الفيلم دقيقتين ونص، بالإنجليزي طبعا 2 and 30 seconds. العمل كله بكل إخراجه اتجاه جديد في السينما العراقية. وأنا بصراحة يعني من خلال خبرتي أنا ما شايف أعمال تقدم بهالطريقة هذه بهذا التكثيف. العمل كله 7 دقائق، بس 7 دقائق يعني دخل أعماق الضحايا ودخل أعماق اللي مسبب يعني الكارثة هذه، بإضافة إلى حس البراءة اللي موجود داخل كل شخصية، والمفاجأة داخل أثناء الكارثة. هذه عملية صعبة جدا، حسية عالية، وتحتاج إلى فهم عالي للغة السينما، للتمكن من الأدوات كيف تستعملها، كيف كل أداة تستعملها داخل بالثانية مؤثرة تكون. حتى الصمت كان في يعني حتى الصمت بالموسيقى كان في حساب. والآن دائما أقول الفن رياضيات، وفعلا الفن رياضيات، وتحقق في هذا الفيلم علميا وحسيا وتقنيا وفنيا. طيب ليش تم اختيارك أنت من بين هاي الشخصيات كشخصية اللي أدت العمل الإرهابي، واللي هذا شيء اللي حدث مؤخرا بالكرادة واللي دا نشوفه احنا حاليا بالفترة الأخيرة اللي دا يصير ببلدنا؟ والله هو يعني الاختيار تم لأنه هناك ملامح يعني بالوجه تفيد المخرج ويقدر يستعملها، بالإضافة إلى خبرتي يعني مع الكاميرا، إنه يعني حتى هو سماني جبار وان شوت يعني ماكو تيك تو، لفهمي التعامل مع الكاميرا ولفهمي للسيناريو نفسه والشخصية ذاتها، لأن شخصية صعبة، شخصية إنه أنا أجي أمثل الموت نفسه. هو صحيح طلع يعني بالأخير تفهمين إنه هذا هو السوسايد بامر يسموه، اللي مفخخ نفسه يعني. ف يعني هذه يعني تقريبا صعب إنه يتحملها بوجهين، الموت نفسه وسبب الموت. فالعملية بالتركيبة عالية جدا، يعني أتمنى أكون موفق بها أو وفقت بها. كنت موفق بها، وألف مبروك لك ولأعمالك، ونتمنى لك إن شاء الله المزيد من النجاح. إن شاء الله، وانتظرونا أكو هواي أشياء. شكرا.